الكثير من المعلومات، القليل من وجهات النظر. اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من هاتريك على شاشه اون تايم سبورت. ويا مساء الورد والفل والجمال على كل مشاهدينا في مصر وفي الوطن العربي الكبير. كالعاده سهره جديده محليه اوروبيه عربيه، فيها كلام كتير وفيها كواليس كتير وفيها فقره ثانيه ان شاء الله تكون متميزه مع عادل سعد واحمد فاروق نقادنا الرياضيين، الحديث عن دوري ابطال افريقيا، عن العين وما ادراك ما العين في الوقت الحالي، عن الدوري السعودي مع جوله جديده خلص فيها الهلال على الاتحاد واحتفظ بالصداره. قصص كتير وحكايات كتير، ولكن نبدا الاول من المستجدات سريعا. مليون مبروك للنادي المصري اللي اي نعم عايش جمهوره لحظات صعبة جدا جدا الحقيقة بلا داعي في مباراته في الكونفدرالية، ولكن في النهاية قدر عن طريق ركلات الترجيح انه يصعد الى دور المجموعات، او الفوز 5-3 بركلات الترجيح خلت المصري يصعد دور 32 من بطولة الكونفدرالية علشان يتأهل دور المجموعات من دور 32. الذهاب خلص 3-2 لصالح النادي الهلال الليبي علشان يحصل نفس المشهد في لقاء العودة. صعبت الأمور أولا لأنه الهلال الليبي تقدم بالهدف الأول عن طريق باهر المحمدي عندما سجل في مرمى بطريق الخطأ قبل أن يدرك صلاح محسن التعادل للمصري في الدقيقة 19 من زمن المباراة، وبعدها يقدر صلاح يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 39 من زمن المباراة، ثم في الشوط الثاني ينجح فخر الدين بن يوسف انه يسجل الهدف الثالث للنادي المصري قبل ما يسجل يسومبا اونانا الهدف الثاني في الدقيقه 84 ليجبر المصري على الدخول الى ركلات الترجيح ويتاهل المصري بالفوز 5-3 بعدما كان هو الافضل في ركلات الترجيح. دور 32 بتلاقي الهلال الليبي اللي جاي هيبقى اصعب بكتير، ولكن المهم في هذه الاحوال هو الفوز. نعتبر انه ميركاتو المصري لم ينتهي، انه في مشاكل دفاعيه كتير شافها كابتن علي ماهر في هذه المباراه اتفرجت عليها الاداره، الكل بقى عارف المصري محتاج ايه في المرحله اللي جايه، وبالتالي ان يكون الدور الاول بهذا الشكل اللي جاي في المجموعات هيبقى اصعب، وبالتالي جرس انذار موجود عند النادي المصري. ولكن في النهايه مليون مبروك للاداره وللنادي ولكابتن علي ماهر على الصعود الى دور المجموعات. العين يضرب أوكلند بقسوة شديدة جدا بستة أهداف مقابل هدفين في مباراة كان العين فيها بيلعب لوحده، بيمتع جمهوره، بيمتع كل جمهور الإمارات. مبروك طبعا العين بصفته واحد من ممثلين العرب في كأس الانتركونتيننتال، ولكن يضرب العين موعدا مع الأهلي في مواجهة هنتكلم عنها بإذن الله مع ضيوفنا اللي عندهم كلام كتير نقوله عن العين. في المباراة حقق العين الفوز على الأوكلند بستة أهداف مقابل هدفين. المباراة كانت على ملعب استاد هزاع بن سيد. فابيو كاردوسو، سيكو بابا جاساما في الدقيقة 11، الدقيقة 6 والدقيقة 11، بالاسيوس في الدقيقة 46، سفيان رحيمي الدقيقة 78، أليخاندرو روميرو كاكو في الدقيقة 93، سفيان رحيمي تاني في الدقيقة 94، دور الأهداف الستة للعين الإماراتي في مقابل هدفين أوكلاند جيرارد جاريجا في الدقيقة 42 وميرفن في الدقيقة 54. دي كانت أهداف المباراة، والعين بيضرب موعد مع النادي الأهلي في المواجهة اللي هتكون موجودة بإذن الله في القاهرة، وبإذن الله تكون فتحة خير بالنسبة للأهلي في قادم المواعيد. وعلى ذكر الأهلي فتعالوا نخش في الموضوع الثالث. ثلاث قصص عندنا النهاردة موجودين مع حضراتكم لهم علاقة بالكابتن محمود الخطيب والنادي الأهلي، لهم علاقة بأحمد رمضان بيكهام نجم نادي سيراميكا كليوباترا، وليهم علاقة كمان بالنجم المصري عمر مرموش. ثلاث قصص حابين نحكيهم لحضراتكم لأنه كل واحدة فيها إثارة لا بأس بها على الإطلاق. ملعب الأهلي، استاد الأهلي، الحلم اللي بدأ من زمان جدا من عند الفريق مرتجي ولكابتن خالد مرتجي أسباب عاطفية كتير في المجلس الحالي علشان يشوف الموضوع ده بيخرج للنور. تتوالى الأحداث، تتوالى القصص ما بين أمور كثيرة جدا لها علاقة بالتصاريح، لها علاقة بالأرض، لها علاقة بالتصميم، لها علاقة بالتمويل. اللي ما تابعش القصه من الاول لحد الاخر، الاهلي كان عايز يعمل الملعب ده من فتره سابقه، ومع كل مجلس بيتجدد الحلم.
كان الاول في مشاكل ليها علاقه بانه الارتفاع نفسه بتاع المباني اخباره ايه، وانه لازم ما تزيدش عند ارتفاع معين، وبالتالي الاهلي حاول في اوقات كتير انه يخلص التصاريح الخاصه بالمنشات. قدر الاهلي انه يعمل ده. فضلت موضوع الارض، التصميم الخاص بالملعب، الدنيا كانت ماشيه في هذا الاطار مع السيوله. المجالس السابقه سواء مجلس كابتن حسن حمدي، كابتن محمود طاهر، مرورا بالكابتن الخطيب في الاخر، الكل حاول ان هو يجتهد في الملف ده. كابتن الخطيب خد قرار في الحته دي في اعتقادي كان هو المؤشر بتاع الموضوع، اللي هو ايه؟ انا مش هبني الملعب بقرض. ليه؟ اولا انت عايز قرض رقمه كبير جدا. الحاجه الثانيه، دخول القرض مع المستجدات الموجوده في الحاله الماليه في الوقت الحالي يخلي فيه ريسك كبير على الادارات اللي جايه، لان انت هنا مش بتراهن على الفتره اللي انت موجود فيها، انت بتعمل قرض طويل الاجل، فالمجالس اللي جايه ده ممكن ياثر عليها. وبعدين تعالوا بقى نبص مع بعض. اولا موضوع الارض خلاص انتهت من السبعينات لحد دلوقتي، مدينه نصر ثم على فرع الشيخ زايد، وانتهى موضوع الارض. الارتفاع اللي كان موجود زي ما قلنا المشكله كانت انه ما يعديش 6 متر، فوصل الاهلي الى موافقات رسميه ليها علاقه بانه 30 متر حصل عليها الاهلي. لما كابتن الخطيب تدخل قال انه القرض اللي هيكون مطروح علشان نقدر نخلص الكلام ده كله 12 مليار جنيه، وبالتالي ما ينفعش، فلازم الاهلي يلاقي حل تاني. شركه اليانز تدخلت في وقت سابق وحاولت ان هي تعمل تصور خاص بالاهلي انه الملعب ده تتكفل بيه اليانز حق انتفاع لمده 25 سنه من غير اي فلوس للاهلي، وهتبدا تشتغل على ده. ولكن التباطؤ اللي حصل نسبيا في الاجراءات الموجوده خلى الاتفاقات يكون فيها عطله بعض الشيء، وده اللي خلى بقى الخطوه الجديده اللي هي تتحرك في اليومين ثلاثه دول هي اللي تتصدر المشهد، اللي هي ايه؟ في مجموعه تكونت لشركه كبيره جدا اسمها القلعه الحمراء. القلعه الحمراء دي هي عباره عن استثمار خاص من مجموعه شركات ليها علاقه بالاهلي، حابين ان هم يكونوا موجودين علشان يستثمروا في مساله ملعب الاهلي. الشركات دي مديه اوفر للاهلي افضل من اوفر اليانز، اللي هو ايه؟ الاولاني اللي كان عندك 25 سنه حق انتفاع وبعدين خد الملعب. لا، القلعه الحمراء تعطي للاهلي بعد 15 سنه فلوس، وبعد ال 25 الملعب بتاعك شيل واشتغل واعمل اللي انت عايزه. ده رقم واحد. رقم اتنين، الجوده بقى الخاصه بالتصميم وبالمدينه الرياضيه نفسها. المدينه الرياضيه اللي الاهلي عايز يعملها هي مش بس مجرد ملعب، بل انه هيكون فيه اولا مستشفى، ثانيا جامعة، ثالثا هيكون في مزايا مهمة جدا ليها علاقة بانه المتحف اللي هيكون موجود داخل هذه المدينة الرياضية، وبالتالي انت مكون جامعة ومدرسة ومتحف ومركز طبي، فبتتكلم على اربع حاجات جوه مدينة متكاملة، يقدر لو حد ساكن قريب من المكان انه يقضي يوم في هذه المدينة. كويس. الحاجة الثالثة او الرابعة في المسألة التصميم. التصميم وصل إلى شركة جنوب أفريقية تفوقت على كل العروض اللي كانت موجودة من حيث جودة التصميم. التصميم هيكون بشكل فرعوني، وهيكون فيه حاجة ليها علاقة أو جزء من التصميم الخاص بالملعب هيكون له علاقة بشهداء الأهلي. مصمم ملعب الأهلي، وهو الجزء اللي ممكن يخلي فيه ثقة في كل اللي أنا بحكيه ده، هو الرجل الذي أشرف على ملعب كامب نو في برشلونة، الشكل الجديد أو التجديد الموجود في الملعب، على ملعب سان سيرو، جيوسيبي مياتزا، ملعب ميلان وملعب انتر اللي بيلعبوا في الوقت الحالي في الدربي. الشكل كله على بعضه مخلي المسائل شكلها احلى. اي نعم حتى هذه اللحظه هذا العرض هو الاقرب، لكن في شركات تانية كما علمنا عايزه تخش في الحكايه لانه الموضوع تم دراسته والتاكد من انه ارباحه مغريه جدا. فالاهلي في الوقت الحالي يقترب أكتر من أي وقت مضى، لأنه الأربع مشاكل اللي كانوا موجودين زمان اتحلوا. الأرض كانت موجودة من زمان، المنشآت نفسها أصبحت جاهزة بتصميمات، التمويل الخاص بالموضوع أصبح موجود، أخدت التصاريح الخاصة الموجودة اللي ليها علاقة بأنه الارتفاع يكون 20 متر عشان تعرف تعمل المدينة الرياضية الخاصة بالنادي الأهلي. عايز أقول نقطة مهمة، اللي فات ده كله الناس ممكن تبقى شايفاه انشا لسه هيبان اثرها بعد كده، بس خد بالك
ملعب مليان معناه صفقه كبيره كل سنه. ريال مدريد الموسم اللي فات كان بيكسب من ملعب حوالي 100 مليون يورو، معناه ان صفقه كبيره كل مره جايه لك. اي نعم انت لسه الدوري ما عندكش الساعه الكامله، لكن ان شاء الله، لانه كمان المخطط 4 سنين، يعني ينتظر ملعب الاهلي بعد 4 سنين من دلوقتي 2028 يكون خلصان. فاذا عاد الاهلي بالساعه الكامله للملعب فده معناه ميركاتو في اسم واحد جاي من التذاكر. ده سر قوه هذا المشروع، وعلى الاقل في الوقت الحالي اصبح بروميسنج جدا جدا، اقرب من اي وقت مضى. طيب نروح للقصة الثالثة اللي معانا النهاردة، واللي ليها علاقة شوية بنادي الزمالك. في الزمالك موضوع المدافع هو الشغل الشاغل للإدارة ولجوزيه جوميز زي ما قلنا امبارح، وإن الراجل طلب قلب دفاع وأكد على أهمية هذا الدور بالنسبة لمجلس الزمالك. الاسم رقم واحد على قائمة جوزيه جوميز الخاصة أحمد رمضان بكم. اشمعنى؟ رقم واحد بيكم بالنسبة لجوميز متعدد الأدوار، راجل بيشتغل بالرجلين، لاعب قلب دفاع بيلعب ناحية الشمال، وهي المشكلة الموجودة عند نادي الزمالك، رجليه الأقوى اليمين، لكن بيلعب قلب دفاع أيسر مع سيراميكا، رغم ذلك لا يرتبك. حاجة التالتة، يجوز استخدامه إن تطلب الأمر باك يمين أحيانا، رقم ستة أحيانا، فهو بالنسبة لجوميز سوبر. موقف التفاوض الزمالك مع سيراميكا، موقف اللاعب عايز يجي الزمالك من بكره، يعني اللاعب نفسه اعطى الموافقه والاتفاق الكامل مع الزمالك، المشكله ليها علاقه بالتفاوض. ده جزء الانشاء. جزء اللقطات بقى تعالوا نبص مع بعض ونشوف لماذا يفضلون في 100 عقبه بقائدهم جوزيه جوميز التعاقد باحمد رمضان بكم عن اي مدافع اخر موجود. رقم واحد، زي ما قلت انه هنا على الشاشه هتلاقي انه احمد رمضان بكم موجود دايما في مسألة قلب الدفاع اللي بيلعب ناحية الشمال القادر على قيادة سير الهجمة، على كسر الخطوط بتمريرة تقود إلى شيء مؤثر في أرض الملعب. دي واحدة بدأت وراحت لصديق جولا، ثم كرة بالعرض هدف لصالح سيراميكا، ثم من اللي جاي يبدأ يبان أكتر. نقف هنا شوية ونمشي بالراحة. ده اللي بيدور عليه الزمالك، قلب الدفاع اللي ينطلق في نص الملعب، اللي بيستخدم رجليه اليمين والشمال بالنسبة له ما فيهاش برضو مشاكل، لكن بيعمل تمرير يكسر الخطوط يقود إلى شيء ما في المنظومة الهجومية. مشهد رقم 3، دي مباراة سيراميكا مع بلدية المحلة، برضو من ناحية الشمال موجود بينقل الكورة ناحية الشمال، وقادت هذه الهجمة إلى فرصة مؤثرة ترجمت بعد ذلك او لم تترجم، ده موضوع تاني، لكن في النهايه الباص بيقود الى حاجه واعده، ده كان هدف في مرمى بلديه المحله. ثم يتجدد المشهد، برضو رمضان بكم موجود ناحيه الشمال بيستلم وبيعمل الوان تو، كل ده وهو رجليه الجامده يمين. خلي بالك اللعب كل ده ناحيه الشمال وانت رجلك القويه هي اليمين من الشمال، وبالتالي هدف لصالح سيراميكا. ده الشغل اللي بيتكرر من رمضان بكم في التمرين، في التمرير الطولي او التمرير بالعرض، في الخروج بالكوره، كل ده كانت امور رائعه جدا بالنسبه لاحمد رمضان بكم. ادي حاجه. الحاجات الثانيه وهي ضربات الراس. ضربات الراس ضد الزمالك سجل، ضد الاهلي سجل، وجوده كمدافع متمركز كويس بيعرف يتحرك كويس في منطقه الستة ياردة الارتقاء او التيك اوف معقول جدا جدا، مخلي رمضان بكم واحد من اهم الاسماء الموجوده بالمناسبه كمان عند كابتن حسام حسن. وبالتالي على الصعيد الهجومي لقلب دفاع بيلعب ناحيه الشمال، ده شيء بالنسبه لجوميز حاجه كبيره جدا. نقف بقى هنا شويه، نقف هنا شويه، نقف هنا شويه. الجزء الهجومي ده موضوع، والجزء الدفاعي هو الشغل الشاغل. من الونش في البيك، محمود علاء في البيك، مدافع الزمالك اللي بيعمل بلوكات في وقت حاسم، فقد بعض الشيء. مسلوسي عنده حاجات تانية كتير كويسة، لكن مسألة البلوكات في لحظات صعبة من مباريات صعبة المسلوسي موجود، لكن أحمد رمضان بكم هو الأفضل في الدوري المصري في هذه المسألة. تعالوا نبص مع بعض الماتش ده. ورانا يا جماعة ده ماتش الاتحاد الدور قبل النهائي من كاس الرابطة، يعني ماتش حساس في الوقت الأخير من المباراة، الوقت الأخير من زمن المباراة. بترجع الكورة 1-0 لصالح سيراميكا، الكورة هنا تعادل، ثم
احمد رمضان بيكم يشيل الكوره ويقف وشها قبل ما تخش الى داخل المرمى. لقطه تسببت بشكل واضح جدا في صعود سيراميكا للنهائي ومن ثم الفوز بالبطوله كاس الرابطه السنه دي. كاس الرابطه السنه اللي فاتت قدام المصري نفس المساله، بلوك موجود سيراميكا 3-1 قبل النهايه ب 10 دقائق، رايح وعامل نفس القصه تقريبا ببلوك كان ممتاز الحقيقه من احمد رمضان بيكم يبعد بيه الخطوره عن المرمى. كمان واحد من اهم اللعيبه اللي ما بيترقصوش بسهوله، ما بيترقصوش بسهوله، وده حاجه سواء على الطرف لو انت مايل او لو انت قلب دفاع طالع تقابل قدام زيزو موجود بهدوء بيستخلص، اللي بعدها هتلاقيه في مباراه الاهلي قدام طاهر برضو بيستخلص. الراجل مدافع مدي ضمانات عن اي اسم موجود في الدوري المصري بالنسبه لوجهه نظر جوزيه جوميز. بالمناسبه هنا نقف، ممكن هنا نقف، ممكن هنا بدايه العيوب، لان مش كل حاجه مثاليه. بدايه العيوب فين؟ قليل من محمد عبد المنعم، التاتش اللي بدون داعي، الفزلكه احيانا اللي بدون داعي اللي تخسرك كوره. هنا ما بانش لانها في الاوت، لكن من اللي بعد كده هتلاقي ان الحاجات اللي شبه دي تكلف كتير عند اي فريق. واحده من بيراميدز ما بيرحموش في الكرات اللي شبه دي، فيستون مايلي يحط الكره بشكل رائع الحقيقه داخل الشباك من خطا من احمد رمضان بيكم. نفس القصه، وش الرجل الخارجي بلا داعي بلا داعي يكلف هجمه مرتده لصالح بيراميدز، ثم من تاني فيستون مايلي برضه بيسجل او ما بيسجلش المره دي فارما سيراميكا. وبالتالي المساله هنا كانت صعبه بعض الشيء. التايمنج عند رمضان بيكم معقول في احيان كتير، لكن برضه في اوقات تانية المسائل ما بتكونش مظبوطه بالنسبه له. وبالتالي بعض العيوب اللي موجوده عند اللاعب هنا برضه ضبط التايمنج ما كانش مظبوط، فكلف سيراميكا هدف من قبل الاسماعيلي. حاجات ممكن تيجي مع الوقت، بالذات ان انت مع الزمالك اولا ليفل يبقى اصعب فمحتاج تركيز اعلى، حاجة تانية انت اصلا لعيب دولي موجود مع حسام حسن، وبالتالي هامش التطور بعض الشيء مع الضغوط الاعلى ممكن تبقى عندك موجودة اكثر من هذا التوقيت. كمان فرق الكواليتي شوية شوية في كمية الهجمات اللي بتيجي عليك وانت مع سيراميكا عن اللي هيجيلك مع الزمالك، دي ممكن تكون موجودة في الحسبان. ليه عيوب ليه مميزات اكتر شوية، وبالتالي جوميز في وجهة نظره هو الباكج المتكامل الموجود في الوقت الحالي. على ذكر نادي الزمالك عندي قصة تانية. كابتن حسين لبيب تدخل بشكل شخصي علشان يحاول يعمل حاجة اسمها صفقة القرن، كويس، لكن الأمور لم تسر على ما يرام. إيه الحكاية؟ الحكاية إنه جمهور الزمالك كان بيتكلم دائما عن رمضان، دائما عن مصطفى فتحي، دائما عن قلب دفاع، فقرر كابتن حسين التواصل بشكل رسمي مع المهندس ممدوح عيد علشان يقول له بص بقى، رمضان ومصطفى وأسامة جلال بكام التلاتة؟ فجاء الرد من نادي بيراميدز إنه كابتن حسين محتاج تتكلم مع مدير التسويق في هذه القصة. فلما تم التواصل مع مدير التسويق تم إبلاغ نادي الزمالك بأنه سعر أسامة جلال الحالي 2 مليون دولار. اللي اتكلم مع مدير التسويق هو كابتن حسين السيد. بيكمل بقى ورمضان هيبقى بكذا، مصطفى هيبقى بكذا، قالوا لا لا لا، تلعيب جاي مصاب السنة اللي فاتت، 2 مليون دولار في مدافع ما بيلعبش ما ينفعش. فتم إغلاق المسألة من بابها، خلاص لا رمضان ولا مصطفى ولا أسامة جلال. وكان بالمناسبة دي واحدة من الحاجات اللي كانت موجودة في الوقت السابق قبل التوجه ناحية بكم، الاثنين هيمشوا بالتوازي لانه خلاص مفيش رمضان ومصطفى قضي الامر، يعني مسائل بعيده جدا جدا. لكن دلوقتي ما بين رمضان بكم وهو الاسم الاول عند جوميز ومحاولات من الاداره في تقليل سعر اسامه جلال الى اكتر درجه ممكنه، ده اللي ماشي في الوقت الحالي. لكن الصفقه اللي كان بيفكر فيها نادي الزمالك باءت بالفشل من اولها ومن اول دخول في هذا التفاوض. طيب على ذكر موضوع صفقه القرن، في نقطة مهمة جدا يا جماعة عايز أتكلم عليها. نتمنى لكل الأندية المصرية التوفيق سواء على الصعيد الأفريقي أو من وصل للعالمية زي الأهلي في كأس العالم للأندية أو الانتركونتيننتال. دائما بنسمع عن مصطلح صفقة القرن.
والحقيقه لما تفكر تلاقي انه مفيش حاجه بمعنى صفقه القرن جاءت في تاريخ الكره المصريه. مين اسم تقيل جدا تقدر تسميه صفقه القرن اللي راح قلب الدنيا في مكان على حساب مكان؟ شويه حسام حسن مع الزمالك سنتين ثلاثه، رضا عبد العال مش بنفس التاثير ما بين الاهلي والزمالك. الاسماء الكبيره اللي انتقلت في ميركاتو ضخم ما عملتش تاثير كبير يليق بمصطلح صفقه القرن. لكن ايه بقى صفقه القرن اللي ممكن تكون موجوده في وقت وتسميها فعلا صفقه قرن؟ تعالوا نبص مع بعض. الارسنال النهارده كان بيلعب قدام مانشستر سيتي، واحده من اجمل مباريات بريمير ليج. الارسنال ظلم بعض شيء تحكيميا، لكن تقف عند هدف ارسنال اللي سجله في مرمى مانشستر سيتي من ضربه ثابته وتبص على صفقه القرن الحقيقيه. الهدف جاي من فاول. اسمحوا لي بقى وانت بتبص على المشهد ده اقول لك بعض التفاصيل. الرجل المختص بالكرات الثابته في ارسنال اسمه نيكولاس جوفر. الرجل ده وصل في صيف 2021، يعني ده رابع موسم ليه مع الفريق. ارسنال مسجل في عهده 44 جون من ضربات ثابته، اكتر من اي فريق موجود في الدوريات الخمسه الكبرى. بالمناسبه من الموسم اللي فات لحد دلوقتي بس ريال مدريد مسجل 13 جون من ضربه ثابته مقابل 25 لارسنال. 25 لارسنال. الراجل ده مرتبه النهارده في ارسنال لا يضاهي مرتب اسبوعي لاي لاعب في الفريق. يعني هذا النوع من المدربين تقدر تتعاقد معاه في الدوري المصري لاي فريق وانت مرتاح جدا. ما يكلفكش ربع الرقم اللي انت هتجيب بيه مهاجم يعمل لك اي حاجه. انت بتتكلم على 44 جون في المواسم على 25 جون من السنه اللي فاتت للسنه دي من كرات ثابته، الرقم ده ما بيجيبوش مهاجم. الراجل ده بيدي لك كيفيه انه ازاي يكون عندك مهاجم من لا شيء. مش بتكلم على التعاقد معاه بشكل شخصي، لكن بتكلم على هذا النوع من المدربين. لو واحد زي ده شغال مع كولر قبل كاس عالم انديه، ده اللي انت تخش بيه كاس العالم وانت عامل ابجريد بشكل غير طبيعي. ده لو شغال مع جوميز في الزمالك يدي لك قوه دفعه غير طبيعيه. ده لو شغال مع اي، لو شغال مع حسام حسن منتخب المصري موضوع تاني. تعال بقى نشوف الشغل عامل ازاي. بالمناسبه الاهلي والزمالك وحسام حسن والمنتخب وكل الناس دي بيلعبوا ضربات ثابته كويس من حيث تمركز اللعيبه، لكن بتكلم هنا عن الافكار المركبه، انه بني ادم بيقبض فلوس عشان يعمل اللي احنا هنشوفه ده. تعالوا بقى نبص. تعالوا نبص. الكوره مخالفه ثابته زي ما انت شايف على الشاشه، والمخالفه دي واقف منها خمسه من لاعبي ارسنال، كويس؟ الخمسه واقفين بيتكلموا. الصوره اللي بعد كده بيتكلم هنا كالافيوري لاعب نادي ارسنال اللي هو واقف جنب اللي واقف في نص الشاشه بالظبط، بيتكلم على انه بيتكلم الراجل اللي جنبه على فكره انه يتحرك شويه. يعني بيقول له توماس بارتي اتحرك شويه علشان تقف قدام اللعيب اللي هيجي من مانشستر سيتي. اشمعنى؟ علشان احنا مخططين لكل القصه دي جاي لها جابرييل. الصوره اللي بعدها ده جابرييل واقف مع مين؟ مع ووكر، ووكر عمال يضربه في بطنه كل شويه. كويس؟ علشان ووكر يتاكد ان جابرييل مش بيتحرك من وراه فعمال يلمسه كل شويه عشان يتاكد ان هو موجود معاه، يبص على الكوره وايده معاه. اللي بعدها هنا بقى نبص. الدايره اللي عندك دي موجود فيها مين؟ موجود فيها توماس بارتي. اشمعنى؟ لان توماس بارتي بظهره سادد المساله على الراجل اللي وراه عشان ما يخشش المنطقة دي. يعني توماس بارتي هنا اللي في الدايرة دي سادد فكرة ان الراجل مدافع سيتي اللي وراك ده يخش جوه الستة ياردة اكتر. اشمعنى؟ عشان المنطقة دي هي اللي جابرييل هيجي ويخش يحط فيها كرة بدماغه. طيب بقية اللعيبة اللي موجودة بتحرس واقفين نظرجية لغاية ما جابرييل يجي المكان المتفق عليه ويطلع يحط الكرة في الجون. انت لما هتشوف الكرة في الجون من الزاوية العكسية يا جماعة، حارس المرمى مش موجود. خمس لعيبه من ارسنال سدين الزاويه على حارس المرمى مراقبين لعيبه مانشستر سيتي، الكل مفضي الزاويه لجابرييل علشان يجي يضرب هنا. بني ادم بيقبض فلوس عشان يجي يعمل ده. واحد اتنين تلاته اربعه واقفين، اتنين لعيبه من سيتي، هالاند مش فاهم ايه اللي بيحصل بالظبط، وحارس المرمى مش موجود، وبدون فاول. وبدون فاول.
من اولها عشان الحبايب، من اولها لانها ممتعه، لانها جميله، لانها تستحق انك تعرف اللي بيقبض فلوس في الانديه دي وبيجي يشتغل بيشتغل علشان ايه. اللي بيجي علشان 25 جول لارسنال من الموسم اللي فات للسنه دي بيجي يعمل ايه؟ اللعيبه بتتفق، واحد مجهز علشان يجي يحط بدماغه، الاتفاق بيتم بين اللعيبه على انه فضي نفسك جبرائيل هيجي المكان ده، بيروح توماس بارتي علشان يسد الزاويه زي ما كالافيوري اتفق معاه، يروح توماس بارتي علشان يقفل على لاعب السيتي ان هو يرجع، يجري جابرييل في المكان الفاضي بعد ما كل زملائه وقفوا وحجزوا له وعملوا له كل الشغل، ويضع الهدف داخل الشباك. مليون برافو. اللي عمل الشغل ده، دي صفقة القرن. السؤال، هل توماس بارتي لعيب سوبر؟ لا. هل جابرييل قبل ما يجي أرسنال كان لعيب سوبر؟ لا. هل الشغل ده ما يتعاملش مع لعيبه من الدوري المصري؟ يتعامل طبعا، لان المساله تشغيل مخ. ومن تاني، الاهلي والزمالك والمنتخب والاسماعيلي وبيراميدز وكل انديه الدوري بيلعبوا ضربات ثابته، في حاجات بسيطه بتتعمل، لكن الشغل ده بفلوس. فالشغل ده لو مش قادر تصرف على صفقات والمبالغ عاليه عليك في سياق، ادي الفكره رقم 200,000 عشان تقدر تزود حاجه مهمه جدا جدا. بنتكلم دايما، اقسم لكم بالله العظيم، كل حاجه بنتكلم فيها دائما هي للمصلحه العامه، فيا رب الكل يستفيد بهذه القصه. طيب، عندي موضوع مهم عن اهلي جده وعن الدوري السعودي، لكن الاول تعالوا نشوف اهداف الدوري السعودي. اهلي جده مع ضمك مباراه غريبه الشكل، غريبه الشكل، تحولت من اهلي جده مباراه سهله الى مباراه معقده الى مباراه تحسم في النهايه، علشان خاطر جمهور اهلي جده يعود سعيدا الى بيته بعد ما حقق اهلي جده الفوز على ضمك باربع اهداف مقابل هدفين. نتابع اهداف المباراه ونرجع مع حضراتكم نكمل كلام. واحدة واحدة بقى، إيفان توني واحد من أقوى الصفقات اللي جت للدوري السعودي، لعيب ما فيش عليه غبار. أهلي جدة في مرحلة بائسة جدا. ليه؟ لأنه بعد اللي حصل في الميركاتو، إنه ما فيش دعم بالقدر الكافي، الفريق فعليا في كل مباراة من المباريات بيحارب، بيحارب، والماتش التاني 2 وبيتم الدفع بفيرمينو، وبتبص على أي حد يقدر يديلك أي حاجة في الوقت الصعب. يعني لو ما كانش اللي حصل ده حصل، كان ايفان توني طلع مسرح، مع ان انت جاي المفروض عشان ميتروفيتش عشان كريستيانو عشان تنافس على لقب الهداف. الله، ما الراجل مسجل وصانع وعامل كل حاجه، لكن بتكلم على الوقت الصعب، وده اللي هيقودنا للقطات اللي جايه. اولا، جمهور اهلي جده تحس ان الفرقه دي كسبت عشان خاطر الجمهور. يعني ناس في المدرجات بعد 2-2 لا حول ليهم ولا قوه، فتحس انه الجمهور في النهايه هو اللي قاد الحماس في ارض الملعب علشان تقدر بشكل او باخر انك ترجع. يعني هذا النوع من الجماهير في السعوديه هو اللي فعلا يستحق التصفيق، على انك بتقف قدام فريق لا حول لي ولا قوه، بيحارب طواحين الهوى من اجل الميركاتو ومن اجل العوده من جديد، من اجل حاجات كتير جدا، وبيفضل مكمل معاك بهذا الحجم بهذا الزخم. فكل التحيه للفرق الجماهيريه دائما وابدا. يعني واحدة من النماذج، لا قادر تنافس على دوري ولا قادر تجيب ألقاب، بتحارب وجاي من الدرجة التانية عشان توصل تشامبيونز ليج، تبدأ تشامبيونز ليج تكسب، سكواد زي ده
يلعب مباراه كل 3 ايام ازاي من الدوري للتشامبيونز ليج في اسيا ويرجع على الدوري. انت في 2-2 يا جماعه كان في لعيبه مش قادره تجر رجلها، مش قادرين. نقف بقى هنا عند ايفان توني، مسجل وصانع وعامل اللي عليك من حاجات سهله بعض الشيء اوكي، لكن المشكله فين؟ المشكله ان انا اول مره في حياتي اشوف مهاجم بيضيع انفراد وبعدين بعدها يتخانق مع الحكم على الركنيه. يعني انت 2-2 وعامل مصيبه انك مضيع كور ما تضيعش، يتحول المشهد ان انت رايح تخانق مع الحكم ليه؟ انا عايز كورنر. طب المصيبه اللي انت عاملها فين؟ طيب يعني الفين بقى الحكايه؟ فدي الفكره. وبالتالي في خضم الدوري السعودي ايفان توني سوبر، لكن في اللحظات الصعبه انت اللعيب اللي مدفوع فيك قد كده لان الفرقه محتاجاك. يعني في الوقت الصعب لا يوجد الا فيرمينو اللي حرك الفرقه نوعا ما لما نزل، وايفان توني مفيش اسلحه غير كده، الباقي بيحاول، لكن عندما تصل الامور لمنطقه الجزاء ما عندكش غير كده. اللي حصل في 2-2 ان الراجل راح بانفرادين قبل الاهداف وقبل 4-2، ادي واحده اللي عليه المارك هو ايفان توني. الكره ملعوبه له، اعتقد ده فيرمينو اللي وداه اسيست، رايح ومعدي هو والشبك. 2-2 الدقيقه كام؟ عشان دي مهمه جدا. دقيقه كام؟ 89 من زمن المباراه. كويس، ممكن نرجع عشان الناس بس تبقى شايفه الموضوع بشكل افضل شويه. يعني الراجل رايح انفراد، استلم الكوره وعدى من الجون وحطها بجوار المرمى بشكل غريب جدا، بشكل غريب جدا. فرايح بقى ايفان توني بعد اللقطه يتخانق مع الحكم على الكورنر، انا عايز كورنر، في حين ان انت عامل كارثه. يعني سيبك من ده، ايه يا معلم اللي ضاع ده؟ اللي بعدها بقى اوضح، اللي بعدها برضو الكوره ملعوبه له، رائعه جدا في اتجاهه، استلم. هنا بقى نقف هنا شويه، انت واقف مش اوف سايد، مفيش حد معاك، الجون ما خرجش وانت عندك القدره انك تعمل كل حاجه، كل حاجه بس بسرعه. الدقيقه كام؟ ممكن تبص فوق، الدقيقه 97، الدقيقه 97، 11 دقيقه وقت بدل ضايع، المهاجم اللي انت دافع فيه قد كده جاي له كوره بالمنظر ده. وبعدين وبعدين بره بره بيتخانق على ايه ايفان توني؟ يعني بص اللي جنبه، لا لا ارجع ارجع اللي فات دي يا بيومي، اللي جنبه نزل واحد واقف جنب القايم مش فاهم ايه اللي حصل، الراجل الناس بدات ترجع، هو رايح يتخانق على ايه بقى؟ على الكورنر. لم ياتي ايفان توني لمثل هذه الامور، بيسجل وهيبقى كويس وهيعبي جوان لانه في النهايه كواليتي اعلى من لعيبه كتير جدا في الدوري السعودي، بس انت جاي علشان الحسم، انت جاي علشان تكون ميتروفيتش اهلي جده، دي المسألة. فعلشان كده كانت الأمور صعبة، ولكن أعتقد أنه الجمهور كان مؤثر بدرجة كبيرة جدا جدا في مسألة فوز أهلي جدة. عندي خبر أخير قبل ما أطلع للفاصل، له علاقة بصحيفة سويسرية قررت أنها تسلط الضوء على واحدة من المشاكل الكتير اللي بتحصل فجأة وبتظهر للكرة المصرية وليها علاقة باتحاد الكرة المصري. صحيفة بليك السويسرية قالت ان اتحاد الكرة المصري كان متعاقد مع شركة سويسرية، الشركة دي كانت بتنظم مباريات لمنتخب مصر وتأخر عليها في الفلوس. كويس، فالشركة بدأت تشتكي، فصحيفة بليك بتقول انه الاتحاد المصري بيواجه عقوبات من الاتحاد الدولي علشان ما سددش المستحقات المالية بسبب وجود ديون متراكمة للشركة من ديسمبر 2023، بل انه الفيفا فرض غرامه ماليه على الاتحاد المصري بعد الديون دي مع تحديد مهله زمنيه لسدادها، ولو انت ما سددتش ده الاتحاد المصري يواجه خطر الايقاف عن المشاركه في البطولات الدوليه بما فيها كاس العالم 2026. يعني كابتن حسام حسن ممكن يكسب التصفيات وما يروحش كاس العالم. مستحقات متاخره. للمره كام بنسمع ده؟ مليون. مستحقات متأخرة موجودة على مباريات ودية الشركة بتنظم حاجة، يعني متأخرة من 2023، بنتكلم على ان احنا كام عدى عليها 19 شهور ووصل المتأخرات اللي يتحط عليها غرامات وتروح للفيفا، ورحت للفيفا يعني الشركة اشتكت، يعني انت جالك اختار ان في حد بيشتكي وبعدين جالك اختار ان الفيفا حط عليك غرامة على اللي انت متأخر عليه، ليه ده كله؟
يعني ايه ده كله؟ هل انت ما عرفتش؟ كارثه. هل عرفت وطرمخت؟ كارثتين. بالمناسبه اي حاجه ليها علاقه باي مخالفات باي تجاوزات الحساب اصبح عسيرا. كل الناس عارفه الكلام ده. الموضوع هيتلم. اتحاد الكوره بعد ما الموضوع خلاص بقت كل الاعلام في مصر عارفه النهارده هيلم القصه، هيشوف ايه الموضوع يعني كام وحاضر وهنجيبه بتاع. بس المواقف اللي زي دي سواء كانت عندك او عند اللي قبلك او عند اي حد، الحساب في الفلوس اصبح عسيرا جدا، والكل هيتحاسب بشكل او باخر يعني، بالذات لما يبقى الموضوع قدام العالم. يعني احنا النهارده مفيش اعلامي في مصر او صحفي في مصر كان لحد امبارح عنده فكره عن القصه دي. النهارده العالم كله عرف، مصر كلها عرفت، الاعلام كله عرف، سويسرا كلها عرفت، ده جورنال سويسري. فانك تحط اسم منتخب مصر واسم الاتحاد بتاعك بتاع الكوره قدام ناس شايفاك ان انت مديون علشان شركه بتنظم لك ماتشات مش عارف تحسبها. بالمناسبه انا من النوع اللي ما احبش اسمع من طرف واحد، بس طالما انه الفيفا اعلن ان انت عليك غرامات عشان اتاخرت يبقى الموضوع منتهي. يعني مش محتاج ان انا اسمعك واسمع رايك في الموضوع لان الفيفا وقع عليك غرامات لانك متاخر، فده معناه في ورق مختوم ومنضي وخلصانه، ما فيهاش تحايل يعني. اتمنى حد يوضح القصه بالنسبه لاتحاد الكره الحالي، والمخالفات دي كان ليها علاقه بايه ومين المسؤول وهندفعها ازاي، وانه يتم بقى نشر وتعميم في اتحاد الكوره او حتى في الصحافه العالميه بانه المساله قد انتهت يعني، ولا اتمنى حدوث هذا الامر مجددا. ده بالنسبه لاتحاد الكوره. طيب روجيرو ميكالي، اتكلمنا امبارح عن اتحاد الكوره وعن روجيرو ميكالي وعن فكره منتخب 2005 والراجل موجود ولا مش موجود واتحاد الكوره اللي صدر الزمالك في الموضوع. في الوقت الحالي بيتم اعلان روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب 2005. كام العقد يا جماعه؟ لمده كام سنه؟ 4 سنوات. المدير الفني لمنتخب 2005 في مكان الكابتن وائل رياض. كابتن وائل هيبقى مساعد ولا مش موجود اصلا؟ طيب غير معروف حتى الان كابتن وائل رياض هيكون موجود معاه في الجهاز ولا مش هيكون موجود معاه في الجهاز، ولكن الخبر اصبح رسميا. طيب الراتب 85000 دولار شهري، ده ماليا. ميكيلي ادى ضمانات كبيرة جدا جدا، وطبعا هنا لازم ننوه على انه التعاقد جاء بعد موافقة وزير الشباب والرياضة، لانه المجلس الحالي خلاص المدة بتنتهي، فعلشان تبرم تعاقد بهذا الشكل لازم يكون في موافقة من الوزارة، وهذا ما حدث بالفعل. الميكايلي ادالك ضمانات كبيرة جدا مع المنتخب الاولمبي، اثبت قوة كبيرة جدا جدا على الصعيد التكتيكي في الاولمبيات وفي التصفيات وفي كاس الامم، وكويس ان يبقى عندك خطة ويبقى عندك منتخب بيتبني علشان تستغل خبرات الرجل، ويبقى فيه جيل بيسلم جيل. كويس؟ حاجة صغيرة قد كده بقى. وانت بتعمل هذه الخطة المثالية شغل الكوادر معاك. كان الله في عون وائل رياض. مهما كان حتى لو انت شايف ميكالي ده أعظم مدرب في العالم، بيب جوارديولا أفريقيا. لكن المجهود اللي عمله وائل رياض على مدار فترة طويلة جدا أولا يستحق الشكر، ده رقم واحد. هو اللي جمع الفرقة دي وعمل بيها معسكرات وشد لعيبة من هنا ولعيبة من هنا وجي واشتغل. وبالمناسبة شغل وائل رياض بعد ماتش أهلي وزمالك الشهير اللي كان سيء جدا مواليد 2005 الموسم اللي فات لو أنتوا فاكرين، تحسن الأداء كثيرا مع وائل رياض عشان كل واحد ياخد حقه، فكان الله في عونه. طالما أن أنت جبت وائل رياض لمواليد 2005 ووثقت فيه، يبقى اذا المفروض تبقى انت كنت شايف في حاجه كويسه. وطالما انت شايف في حاجه كويسه شوف هتعمل معاه ايه. ما تخسروش. حاليا مش هيتقبل منك حاجه. اما ان يتم اقناعه يكون موجود كمساعد لميكيلي على ان يكون كدر يستفيد به المنتخب المصري في قدم المواعيد على مستوى قطاعات الناشئين، قد يكون. على ان يكون هيستخدم في حاجة تانية، قد يكون. لكن استفيد منه وحاول تلاقي صيغة يكون هذا الرجل موجود معاك وبيستفيد من مكالي. ازاي تعد مدير فني؟
كيروش ما استفدناش بيه بالقدر الكافي. ميكايلي طالما ان احنا بنقول ان عندنا خطه ونتمنى نكون من ذوي الخطط، يبقى اذا الكوادر اللي زي وائل رياض ما ينفعش انها تقع منك باي حال من الاحوال. طيب هنتكلم عن امور كثيره جدا، منها عمر مرموش ومنها ما حدث في دوري ابطال افريقيا، مباراه العين وامور كثيره جدا، ولكن بعد الفاصل استقبل اصدقائي ونجومنا الدكتور عادل سعد ناقدنا الرياضي احمد فاروق في جوله مثيره جدا هنعدي بيها على اهم مباريات هذا الاسبوع عربيا واوروبيا، فخليكم معنا ولكن بعد الفاصل.